إلى الأستوديو. الحمد لله، يعني الجزائر العاصمة هي عاصمة عالمية هذا اليوم، أنها تحتضن هذا الحدث العالمي، لأنه التبرع بالدم عنده بعدين، البعد الطبي التداوي، ولكن البعد الإنساني التي يتمثل في تلاحم المجتمعات. فأصبحت الجزائر تصنف من الدول التي تعمل على ترقية التبرع بالدم ببعديه، وخاصة البعد الإنساني. وهناك مقاييس لكي أي دولة أن تحتضن هذا الحدث العالمي، مقاييس عالمية، والجزائر والحمد لله استجابت إلى هذه المقاييس، أنها اختارت المشاق الأصعب، وهو احترام أخلاقية التبرع بالدم واحترام خصوصية جسم الإنسان. Such as trauma, cancer, immune disorders, and coagulation disorders.